اللي حبا الله بها هذه المنطقه، منطقه الشرق. وكنظن بانه منطقه الشرق كما كتعرفوا كتحتضن مجموعه من لي بوتونسياليتي ولا المؤهلات، سواء الطبيعيه والتاريخيه والثقافيه، اللي يمكن تجعلها واحد وجهه سياحيه على الصعيد الوطني وعلى ولماذا على الصعيد الدولي. فكنظن بانه في المداخله ديالي ممكن تقتصر غير على واحد الجانب، باعتبار ان السيد الملحاوي عطانا واحد ان بيرسي جينيرال على ما تزخر به الوجهه ولا المنطقه. غنقتصر على وعلى على على منطقه ولا نعتبروا ان تيريتوار بالنسبه لنا هو اللي هو الدريوش والناظور. وهذا ما كيعنيش بانه اقصاء المناطق الاخرى، ولكن بالنسبه لنا حنايا في وزاره السياحه ما كنعتبروش هذوك الحدود ما بين المجالات السياحيه، بمعنى يا با ليميت اونتر اسباس تويستيك، كلشي كيتكامل. وحنا في منطقه وحده هذا يعني بان منطقه كتكمل الاخرى. الدريوش والناظور لانها كتكمل الخدوي ديال المنطقه الاخرى، باعتبار انها تيريتوار اللي كنسميوه تيريتوار داكسيون ديال لو سيرفيس ديالنا. ف والاشاره بانه في هذا التدخل هذا ما غندخلوش بزاف في لي بوتونسياليتي، لان كلشي عارفو، كلشي عارف شنو هو المؤهلات ديال الناظور ديال الدريش. ولكن هاد 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 المؤهلات اللي عندنا، بمعنى انه دي سيناريو براتيك، يعني انه غنديروا ان كومبينيزون ما بين المؤهلات الطبيعيه المؤهلات الثقافيه، ونيماجيني واحد لو سيناريو اللي يمكن ناجمون ولا لي زانفراستركتور، بانه الانسان الا كان ممكن يخرج يلابوري دي سيركوي فهاد لو تيريتوار واخا باقي كماده خام. على اي غتشوفوا لان كما كنهضروا على الديرابيليتي، لا ديرابيليتي سي توجور او كور ديال مثلا نهضروا على لا تخافيسي دو لا بلاص، هذا يعني بانه كنا كنهتموا تو سكي توريزم دو مونتان، وداخل هذا التوريزم دو مونتان كاين يعني سيتان نوسيون دو ديرابيليتي اللي عطات دابا من بنات عتبو بماس وهذا، من تما تلوازات كان تخافيسي دو لا بلاص، وكانت مختصه سيرتو بلي روندوني بيلاس اي كيس. ومن بعد جات هاد لاجونس، جات اون اوتر ديمارش هي لو بي دو توريستيك، يعني فضاء الاستقبال السياحي، بمعنى انه واحد المنطقه محدده ان اسباس دوني كانوا غابروا هاد انت كان هي اللي كتولي ان بوان داتراكسيون ولا ان فورس داتراكسيون توريستيك، واللي عطاتنا واحد المجموعه ديال لي بي دو توريستيك تنسيق جهوي بور لا ميز اون فال بور لا ميز اون بلاس ديال هاد ديال هاد لو بي داكو توريستيك. لو بي داكو توريستيك اشنا هو؟ هو انه ان ان اسباس جيوغرافيك ديليميتي اللي كنحسوا بانه فيه واحد مجموعه من لي بوان داتراكسيون اللي يمكن لي نجنبوا ليهما السياح، سواء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الداخلي. ولكن ضروري خصو هاد يكونوا في هذاك هذاك ليسباس يكونوا دي زاكتور، بمعنى انه هاد لي زاكتور شكون هما؟ ماشي غير الدوله، ولكن كاينين دوطخ اكتور، باغ اكزومبل لي بروفيسيونيل بحال المهنيين، وخصوصا وكالات الاطفال لان هي اللي كت تبيع وكت كوميرسياليزي هذاك لا بوبولاسيون، لان ما يمكنش نديرو التنزيل لواحد لا ديمارش في ان اسباس دوني بلا ما نشوفوا السكان واش اصلا باغيين هذاك لو يديفلوبيو هذاك لو سيكتور. لان تحط تضحت لي مات سيرتو في هذيك لا ديمارش اللي درنا، كاين بعض المرات كنشوفوا ان اسباس ديليميتي، كيجي عندك رئيس الجامعه تيقول لك اودي غير عفيني ما تجيبش ليا التوريزم، دونك عنده ان كونسيبت اخر فيزافي ديال التوريزم. الاوتيل تسق بها بزاف لو فينونسمون، دونك لو فينونسمون بون سي في بون دوني كون لي دون ان بيي شي شويه خاصو التمويل، كنتاج كل منظمات دوليه، والدليل بانه في كاع لي لا ديمارش اللي درنا بحال لو بيي تاع توريستيك ولا لا جيستيون انتيغري بحال لا زون دي لا زون كوتيير جيست بهذا، دائما ديال هذا كاين المنظمات الدوليه باغ اكزومبل لو سي دي ولا لا بنك مونديال. دونك سكي في بالنسبه لنا حنايا في الدريوش والناظور
ديجا مبازين على واحد الدراسه تكون عندك درايه بهذاك الميدان. دونك عندنا واحد الدراسه ديال الاسميت وكاينه الدراسه ديال لا جيستيون انتيغري ديال هذا، بمعنى عندنا دي زاكي وليكسبيريونس اللي عندنا في السوق. دونك سكي في لما ندخل في لي ديتاي، دونك لا كونسيستونس في ان ان فورس ريزو. دونك ليبرجومون غالبا بالنسبه في لو توريزم ديرام كنكتفيو بدي ستركتير دي بيرجمون اللي ما كانت اللي انتيغري هذاك دي دوار ولا انتيغري في واحد ليسباس، و ميم طون تيكونوا التكلفه الماليه ديالهم قليله شي شويه، بانه بحال دابا لي جيت ولا لي زيكولوج ولا لي زوباج، هذا يعني بانه ما كاين ما كاين ولا تيكون بيشور، وكندخلوا معاه هذا الاكتيفيتي و رونفورسي هذاك لا كاباسيتي ديالو سيتو فينونسيير، يمكن يخدم هنا ويخدم هنا، يدير واحد الان ان جيت. وهاد كنظن بانه هاد ليكسبيريونس درناها في بودينا سيرتو داخل في الديسك، اختارينا مجموعة من المنازل ودرنا لهم لاميناجمون، و ميم طون هاد الناس هادو ديجا عندهم دي دو فلاكسيبيتي، بمعنى انه الا ما كانش السويع سيرتو بحال هاد الكريز هادي راه ديجا هو عنده واحد الاكتيفيتي كيديرها كيدير الفلاحه ولا هذا، بمعنى انه كيولي نشاط مكمل، وهذا كتضمن لنا واحد الاستقرار ديرابيليتي، لان ما كيستعملش هذوك لي روسوس بزاف، سيرتو ما كيجيبش لي جروب باش يستهلك هذوك لي روسوس اللي يعني تكون سواء الماليه ولا اللي عليه. دونك سكي في عندنا لانيماسيون، ماشي لانيماسيون اللي في ديسكريبتور ديال الجروب، ولكن لانيماسيون في واحد ليسباس دومين. بمعنى انه حنا درنا لو جيت درنا دي سيركوي، خص هذاك لو جيت ماشي الناس اللي يجيو غير يدوزو نهار ويزيدو عندو لاكتيفيتي يجي يدور على هاد الشيء ولا يدير لا روندو ولا هاد السيركوي. و ميم طون كنديرو لي ميزون ريزو، بمعنى عندنا وكاين ان جيت ولكن كاينين تعاونيات، وهاد الشيء اللي درنا في الدريوش كاينين تعاونيات ديال الارتيزانا، هذا يعني بانه سي ان بوان داتراكسيون توريستيك. انت كازواياجيست جبتي الناس عند واحد الفيلاج، هذا يعني راه كاين ليبيرجومون كاين اون باراليل كاين فين شي فين يدور الى سيتو. دونك لا ميزون ريزو بيناتهم كيوليو بالنسبه لنا لي فورماسيون باش بوغ سو ميتر اون ريزو باش يتعاونوا بيناتهم. كلشي يستافد دابا الدوار اللي كدير فيه ان جي كتكون ان سيتان جالوزي فيزافي سيرتو الى خدم مزيان. دونك سي في حنا دابا اللي كنشوفو الدوار كنقولو فوالا لا بوبيلاسيون كيلقى مشاكل، يجيو عندك لي كليون جابهم ان اجون دو فواياج تيجي ممكن يجريو عليهم من الدوار، دونك علاش؟ لان ما كيستافدوش. دونك سي في لا ميزون ريزون ديال هاد ديال هاد. دونك سي دونك بالنسبه للدراسه اللي دارت على الناظور والدريوش، كاينه ان كلاسيفيكاسيون، خدينا المناطق كامله بحال دابا اللي قدم السي ملحاوي، عطانا واحد لابيغسي، عطانا ودخل في لي ديتاي ديال كل لي بوتونسياليتي دو شاك ريجيون، ولكن هذا الشيء هذا ما يمكنش كلها تولي ان زون داتراكسيون فورت ديال هذاك لو توريزم. حنا كنحاولوا كنديروا ان غري وكنخرجوا دي زون بريوريتير، لان ان اسباس دوني ممكن اون بو لو توريستيفي كيما واخا يكون غير فيه الحجر ممكن نجيبوا ليه لي كليون، ولكن بالنسبه لنا حنا كنديروا درنا هذيك غربلنا وخرجنا بدي لي زون دو بريوريتي. اشنو عطاتنا باغ اكزومبل؟ عطاتنا بحال دابا كاينين زون لا فيل دو مارتشيكا اللي ذكرها السي محاوي، لومبوشيغ دو ملوية هادي كنهضرو على لا ريجيون كاملة، لومون غوروغو ولا غوروغو لو سيت دو تازولا. عطاتنا في الاخر اللي يمكن دابا باش تولي واحد ان بوان بيلوت بالنسبه للمناطق الاخرين، هو لو كاب دي تخوا فورش اللي في تيبودا، لان سي ان سيت مانيفيك ناتشورال، وكاين هذا في الناظور، وكاين ظهرو باران اللي كاين في لا بروفانس دو الدريش. هادي هي لي زون بريوريتير، هادو يعني لي زون ا بوتونسييل توريستيك بريوريتير سو لي زون 4 اي 5. دونك لا زون 5 ديجا فيها درنا فيها ان نوايو ديال التوريزم ديال ليكو توريزم لي 3 جيت بلوس لي كوبيراتيف اللي تما. دونك سكي في ولكن كاين المشكل ديال لاكسي ليسونسييل غاديين شويه بشويه،
وممكن هذاك لو سي ان نوايو دان بيي توريستيك في لا ريجيون. دونك بالنسبه لنا لي مارش شنو كان بروبوزي ديجا عندنا لي 3 جي في دهرو باران، ولكن باش نستغلوا هذيك لا بارتي ديال تيبودا خصنا او موان 4 جي دوار تيبودا دوار دو محفوظ دوار شرانا دوار امراض. دونك بلوس او ميم طون نعزو هذاك ديال الدريوش في بودينار هول ودوار بونيو وياكو بمعنى غتولي فيه واحد ديستركتور ديبيرجمون ولكن دون ان ريزو ديال لي كوبيراتيف. دونك هنا لي سيركوي لي كان بروبوزي هذا يعني يدير لو كونسيبت ديالو سي فاسيل ديلابوري دي سيركوي توريستيك غير في هذا لو تيريتوار واخا باقي في كما دخل. دونك سكي في كاين لي سيركوي تيماتيك لي كان لي اديكوات مع هاد لا ريجيون هادي. كاينين دي زاكتيفيتي دي سيت ناتوريل اي كولتوريل اي ميتر اون ريزو بوسيبيليتي دو بيل بيرسبكتيف لي يمكن دار باش نديفلوبي لو توريزم ريرال في هاد المنطقه. كاين لا غروند ترافيرسي دو روندوني بيدس دي دو لا كاب دي 3 فورش جو كرو هادي كدار دابا بار لي جون. دابا في الصيف ملي كنمشيو هذيك المنطقه كنمشيو كنلقاو دي جون اللي كيديروا لا روندوني بيدس بمعنى انه كاينين ديجا دي سونتي واخا عشوائيين ولكن لي سون براتيكابل. وكاين روندوني اون باخ او كاب دي 3 فورش دونك وكاين لو دو باران غون ترافيرسي دو بوديرا. هذاك الشيء كله سي تكنيك وفيه لو نومبر دو جور اللي يمكن ندوزو فشاك ريجيون الكيلومتراج والاكتيفيتي اللي يمكن نديرو. دونك فوالا لو ديسك لي زاكي ديال لو بي داك توريسي عندها ديال لا جيستيون انتيغري دي زون كوتيير. دونك لا ديمارش هي لا المناطق كاينين دونك سكي فيه خصها واحد لينيسياتيف اللي يمكن توصل هاد المنطقه هادي لان ماشي غنهضر ملي كنهضرو على لو توريزم ديالها خص يكون واحد كومبينيزون باس داكشي اللي كاين في المدينه مع سكي كلاريات بي كتكون كومبينيزون وتتكون واحد ديمارش انتيليجون بمعنى انه تيولي عندنا ان برودوي ماشي بازي غير على الصعيديه ولا على الناظر ولا هذا. كان خصنا اللي جا باغ اكزومبل ميكيو يدوز واحد يومين ولا ثلاث ايام ولكن خصنا نديوه لاريخ بي باش يكتشف اول ما يحس بلا موضوع ثاني عند ان برودوي اللي يكون اللي عنده واحد لي كاركتيرستيك بلوس من مناطق اخرى بمعنى انه الى جا للناظر ممكن عنده امكانيه يمشي يطلع جاي واحد. دير عليه واحد لوفر ديالك واحد لو كونسيبت ديالك واحد لو سيركوي ديال خاص. دونك سكي في كاين لا لوكاليزاسيون سي دهرو باران ودام قران جبر القرن كومين بوديرات كومين تمسمات. دونك هنايا راه كاين ثاني كومبينيزون بين تو سكي ناتشورال لان دهرو باران بداك لي سامبوليك سيرتو في
في القضيه ديال دونك في المقاومه الريفيه. دونك كاينين شي حاجه كولتوريل حضاريه تمايا، ثم كاين كذلك دونك لي غورج لي تما، لي بيزاج، لي فالي لي هما كيشكلوا ان بوين دو اتراكسيون توريست. دونك سكي في ديجا هنا كاين ان نوايو دور لي تخوا جيت موجودين مفرشين مقادين، خصها ليكم لي دير هاد لاكتيفيتي هادي. ايبيرجمون عندنا دونك ريابيليتاسيون دي ميزون تراديسيونيل و ايكولوج، بمعنى انه سي تا نوايو ولكن خصو يتعزز و ترونفورس. دونك اميناجمون دي سيركوي كليماتيك ديجا كاينين دي سونتي في ليس، دونك هذاك ليسباس يمكن دير فيه لا روندوني بيدس، لا روندوني كيس، لي 4x4، لي كواد، دونك مجال مفتوح لي يمكن دير فيه كل شيء. دونك فوالا افيك سي هاد الشيء في كيلومتر، دونك فيه 23 كيلومتر ديجا هنا معروف العالي كاين دوار صعيبة كاين الشمال حتى الزوج بغوديناسيون، دونك تما صراحة كاين ان برودوي لي يمكن يديفلوبا فاسيلمون. كنا درنا 3 ايام هنا، نزيدوا واحد السيمانه في مناطق اخرى. دونك كتكومبيني بين لي سيركوي، وكل اجور ممكن يديفلوبي لو سيركوي ديالو. سي ان اسباس ديليميتي اللي فيه دي بوتونسياليتي انو كيما قال السي الحاوي. دونك سي ا ديفلوبي، خصها تكون شويه ديال لا فولونتي، وممكن نستغلوا هذا البرودوي هذا دابا نيت بلا ما نديروا ديزاميناجمون، بلا ما نديروا حتى حاجه، كلشي موجود. دونك هاد لو غادي ميزير داكومبانيومون، دونك بلا ما ندخلو في سيرتو كنبازي بانه في هاد لو تيريتوار كاين دي سيركوي ا ديفلوبي دابا بلا ما نتسناو نديرو ديزاميناج. سي في زعما الانسان يجتهد شي شويه ويلابوري لو سيركوي كيما كيديرو الناس في مناطق اخرى، سيرتو في المناطق ديال لا ريجون ديال مراكش تنسيف البلاد ديال الوزازات، خدامين سيرتو لي زاجون دو فاي خدامين غير في هاد لو سيغمون هذا. وكنظن بانه نتمناو لكم كل خير واستسمح الى طول سي سعيد. كنشكرك سي الملحاوي. ذكر دريوش اون فيو لا ديفيرسيتي ديال البيزاج ديال دريوش، يعني دي بيزاج كي رابولي جيوغرافيكمون. دريوش راكو هضرتو على لي بوتونسييل بلي لي موايان اكزيست بور ديماري كيلكو شوز، مي ميم طون في دريوش كاين اون زون qui semble ne pas être valorisée comme elle le mérite. La région de Modena. Dans 8 mois exactement, le 9 août, Radit Kohn, Mietzena, qui n'est pas valorisée des médias occidentaux, parce qu'elle a changé la donne. Au niveau mondial, qui était sous domination occidentale. Radique la victoire, elle a prouvé au monde du Sud, au monde africain, au monde asiatique, qu'il était possible de se libérer du joug colonial. Donc, elle a créé, effectivement, Ftahrimbe et Mrebi, ou elle a créé Houa, Kshatou, Ktar, انه السمعه ديالو واصله للصين واصله لفيتنام. دونك كيفاش كيبان لك السي ملحاوي والسي عفو كنا هضرنا على هذا الموضوع بحال طلقنا الماضي ديالنا ما نفتخرش به، وهذا كيجعل حتى السيكولوجيا ديال بعد غربة
علاش؟ حيت القيم ديالنا نسيناها. حنا الماضي ديالنا كأمة عندنا أكثر من 1200 عام، حنا نورمالمون معروفين جدودنا مشبهناهمش، معروفين بالاستقامة، معروفين بالمبادئ، معروفين إذا فقد كلمة الحق، ما كانوش معروفين بالنفاق. علاش ما نستغلوش هاد التاريخ ويكون حتى غادي تسمى واحد النوع ديال السياحة الثقافية، في نفس الوقت سياحة دبلوماسية، حيت أنا نعطيكم اليقين أن عبد الكريم كيحترموا في دول كالفيتنام أكثر منا حنا مغاربة، كتعرفوا القيمة ديالو، هو لو بير، هو الأب ديال جيوش التحرير. في الصين كذلك حاجة الشاوة، وفي نفس الوقت ما كيقدروش يديروا دي كومبيني بين اسبانيا والمغرب. عندنا هاد الخطوة، هاد الخطوة كومون اون بو لو فالوريزي انصومبل باش يكونوا على فوا نجحوا او نيفو ديبلوماتيك اون سو ريكونسيلي نتصالحوا مع الماضي ديالنا ويكون عندنا الخطوة كما كاينش. ميرسي. نهضروا على دي بوين، على ان اسباس اللي يمكن يشكل كوم بوين داتراكسيون توريستيك، يعني ان بوين فور داتراكسيون توريستيك يجلب لي فواياجور لهذيك المنطقة هذه. اولا كنعتمدوا على ما هو طبيعي، داكشي علاش اختارينا في هذيك المنطقة، لان كاين التنوع الطبيعي تما كتلقى كاين واد انقران، كاين دارو بابان. علاش اختارينا بالضبط هذيك المنطقة كوايو كنوات السياحة للحمولة التاريخية؟ هذا يعني ماشي غير اختارينا دي بيزاج هكاك، لأن لي بيزاج يمكن تلقاهم تما، اختارينا بالضبط هذيك المنطقة لأن هي لو فييف ديال 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 المقاومة الريفية، وعندها واحد الحمولة. ملي ظهرت إلى هضرتي على دهروباران، راه دهروباران بمعنى أنه راه النواة الأولى للمقاومة قبل ما تكون ديال 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 الأنوال. هذا يعني تما إلا درتي إلا بو دينار ولا دهروبانا أو هذا لي زاكفو ديال 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 السياحة الثقافية كيما شرتو غالبا غيختاروا هذاك المنطقة يجيو يزوروها، وخصوصا ممكن نعتمدوا على أبناء الريف في المهجر. لأن طاح عليهم واحد البيزار ولا واحد، ما كاينش اللي ولد المنطقة إلا جا يدوز لو سيجور ديالو في المادور، ما يمشيش المنطقة إلا كاين شي أجون دو فواياج اللي بروبوزي. هذا الشيء بالنسبة للحالية، أنا في المناطق اللي كنهضرو عليها سواء في الغربارة ولا كيجيو السياح من اسبانيا، كيجيو من اسبانيا باش يزوروا هذيك المنطقه، كيجيو افواج باش يشوفوا فين دازت المعركه ديال الانوال، ولا فين سميتو الانهزام. رغم ذلك كيجيو كيشوفوا المناطق اللي بمعنى انه بالنسبه لنا سي ان بوتونسييل، ومن سهوله المكان يديفلوبا، لان اولا كاين مناظر خلابة، ومن طون كاين حمولة تاريخية وحضارية. دونك سي في سي ان بوان داتراكسيون، لا نقطة جذب سياحية ممكن تكون بامتياز. شكرا. سعيد بوجودك سي نظام.